مبرمج وحديث، ارتكز على ما أصبح يعرف بالإعلام الإلكتروني والذباب الإلكتروني الذي كان يدار من قبل غرف مختصة تنسق فيما بينها توزيع الأخبار وتكليف المعلقين والمحللين وتزويدهم بالتوجيهات والأفكار التي تخدم هذا المشروع، دون أن ننسى بدعة شهود العيان التي استخدمتها وسائل الإعلام الكلاسيكية أيضا في نشراتها وبرامجها وغيرها وغيرها. قد يقول لي بعضكم في همسه إنك لم تدخل بعد في صلب الموضوع، مظبوط؟ هيك أنت عم تقول؟ إلى حد كبير. طيب سأقول لكم أين صلب الموضوع. في العام 2012 وكانت قد مضت سنة تقريبا على سقوط الرئيس الراحل حسني مبارك، استضافني زميل عزيز علي في برنامجه على قناة الحياة المصرية لمدة ساعتين، وجه لي سيلا من الأسئلة عن الربيع العربي، عن سقوط مبارك، عن إخراجي أنا من الام بي سي وكنت قد أخرجت من الام بي سي قبل سنة، عن سوريا، عن لبنان، عن كل شيء تقريبا في العالم العربي. وصلنا إلى ختام المقابلة فبدأ بشكري على تلبية دعوته وأعطاني الكلمة الأخيرة، فشكرته أولا ثم سألته: هل لاحظت شيئا في هذه المقابلة؟ أجابني محتارا: لا. فقلت: ألم تلاحظ أننا تحاورنا لمدة ساعتين عن معظم الشؤون العربية ولم تطرح علي سؤالا واحدا عن فلسطين أو القدس؟ قال: بلى. قلت له: يا صديقي، هذه هي المهمة الرئيسية والوظيفة الأساسية لما أطلق عليه تسمية الربيع العربي، وهي أن ينسى العرب فلسطين والقدس. لا لا مش بريء. لا 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 انت مش بالحياة. لا مش بالحياة. لا 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 هو كان كأن صديقنا معتز الدمرداش. معتز الدمرداش، انا ما حبيت اذكره يعني، بس عفوا لا تتهم انك انت. نعم نعم. لذلك ايها الاحبة، نسأل وسوف نسأل غدا اكثر: ما هو حال القدس في الوجدان العربي وبالتالي حالها في الاعلام العربي؟ نكرر دائما وهي قاعدة بأن الإعلام هو مرآة الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي والفني والفكري عند كل شعب، وإذا كان حضور القدس وحضور القضية وهما لا ينفصلان في الإعلام العربي حاله إلى ضمور وانحصار، فلأنه في الاهتمام العربي العام وللأسف هو في حال ضمور وانحصار. بعض العرب وفي طليعتهم الشعب الفلسطيني ومن يقف إلى جانبه لا تزال القضية هاجسه اليوم والوجود، وبعض العرب الآخرين أصبحت القدس عندهم أمرا ثانويا، فلا هي بالنسبة لهم أولى القبلتين ولا هي بيت المقدس، ولم تعد زهرة المدائن ولا الدرب إلى السماء. وهؤلاء قبلوا بالإعلان الإسرائيلي لها عاصمة لإسرائيل وما رافق ذلك من اعترافات دولية. إذن الإعلام العربي يعكس هذين الواقعين، والمستقبل وحده سيقول لنا بالنتيجة لمن ستكون الغلبة، إنما نحن ومن نمثل. وأتحدث باسم هذين الزميلين العزيزين والكبيرين، نحن وما نمثل في هذا الإعلام العربي الصادق النزيه، فإننا نعتبر اليوم وغدا وبعد غد أن القدس كانت وستبقى المعيار الأخلاقي والقومي والعروبي لكل إعلامي شريف، بل لكل إنسان شريف في هذا الوطن العربي الواسع. أشكر القدس. شكرا جزيلا على الأستاذ جورج قرداحي، صديق الكبير والأخ العزيز. أولا معالي وزير الثقافة السيدة هبة نجات، وجه تحية لكم إن كانت حابة تنضم، لكن اجتماع مجلس الأعيان يبدو
فبتوجه تحية وبتسلم على الجميع على الجنوب، وبتمنى التوفيق لكم في هذه الندوة اللي بتيجي طبعا ضمن فعاليات مهرجان جرش، وهذا يحسب المهرجان صحيح انه ايضا بيعطي لون اخر لنوعية الفعاليات، شكل اخر للتبادل الثقافي والحضاري اللي قاعد يصير في جرش في المدينة وهنا ايضا في عمان. اما محمود سعد المتهم البريء، هذا الرجل حاول يهرب من السياسة عشرات المرات، في كل مرة يهرب من السياسة يصطدم بعوائق تعيده للسياسة. هرب إلى الفن، هرب إلى الثقافة، هرب إلى عالم اسمه عالم الحوار، وأبدع به محمود سعد، حتى أن هناك فعلا مدرسة في الحوار اسمها مدرسة محمود سعد. محاولة من الشعوب العربية أنها تستفيق وتنقذ نفسها، صحيح فشلت المحاولة، لكن الناس خرجت لأن كان عندهم مشاكل كثير، لكن ده مش موضوع. اسمح لي أستاذ جورج، يعني تختلف وجهات النظر، لكن ما فيش شك أن الوطن العربي كان قبل ما بدأت تحصل حاجات في تونس ثم ليبيا ثم مصر ثم 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 كان بيعاني من أشياء كثيرة جداً جداً، ولكنه الحمد لله ما زال يعاني منها، يعني ما حصلش حاجة. عموماً الكلام عن القدس طبعاً بعد الكلام اللي قال الأستاذ جورجي بقى صعب للواحد يتكلم، لأنه أوجز يعني وقال كل الحاجات المهمة. لكن بالنسبة للإعلام العربي وقضية القدس أو قضية فلسطين، شوفنا أقول لكم حكاية كده بسيطة. أنا من مواليد 54، في سنة 68 كان عندي 14 سنة، كنت حافظ أغنية بتقول أصبح عندي الآن بندقية، أصبحت في قائمة الثوار أفترش الغبار وألبس المنية، أنا من الثوار أنا من الأحرار، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي عن كتبي عن صوري، أم كلثوم ونزار قباني وعبد الوهاب. أنا حفظت الأغنية دي وأنا عندي 13 سنة. شباب النهاردة بيغنوا إيه لفلسطين؟ طيب كل شهر تقريبا أو كل 15 يوم بيطلع فيلم يهودي أمريكاني عظيم جدا جدا جدا، بيحكي حكاية مأساة واحد يهودي، ثلاثة يهود عمل لهم مش عارف الهولوكوست والحاجات دي كلها، طول الوقت طول الوقت يعني طول الوقت. هما الإعلام عندهم مش البرامج، الإعلام يعني الإعلام يعني السينما يعني التلفزيون يعني المسرح، إحنا نغيب. يعني مثلا لما تيجي تبحث في قضية فلسطين تشوف الحكاية، هل شبابنا النهاردة عارفين تاريخ هذه القضية؟ عارفين إن في ناس أعدموا سنة 1938 و39، وشيوخ أعدموا سنة 39 عندهم 80 سنة؟ هل في حد في الوطن العربي يعرف قصة الرجل ده؟ ما نعرفش، لأن إحنا الحقيقة تقريباً مش عايزين. القضية قديمة جداً، لازم شبابنا يعرفوا الحكاية عشان يعرفوا يبصوا فيها. اليهود فضلوا يكذبوا، قالوا إحنا هناخد فلسطين لأنها عبارة عن يعني مستنقعات، مفيش شعب، قالوا كده صراحة للعالم الغربي، قالوا لهم ما فيش هناك شعب، احنا شعب بلا وطن، هناخد وطن ما فيهوش شعب. وفضلوا يقولوا كده، وجولدا ماير طلعت سنة 68 قالت كده صراحة، ما اعتقدش في حد هناك. ازاي هم استعدوا؟ انت عايز تتكلم عن القدس، نتكلم كتير في الاعلام لكن الكلام ما بيجيبش نتيجة. شوف هم استعدوا من سنة كام؟ من ايام نابليون بونابرت، اول واحد قال احنا نعمل وطن من 1799، وبعدين في 1800 و1850 و60 بدأت الهجرات أمام عيون كل العرب. تخاذل العربي قديم جدا، فالقضية محتاجة خطة حقيقية. إذا كنا عايزين فعلا نتكلم عن القدس ونشوف حل عشان خاطر نعمل الحل بعد 50 سنة مش دلوقتي، لأن اليهود عشان يعملوا يستقروا كده قعدوا عشرات السنين،
يعني بدأت الهجرة الحقيقية من سنة 1840، هجرة 50,000 في 30,000 في كذا في كذا في كذا لغاية ما استقروا. 48 كانت آخر حاجة، ما كانتش أول حاجة. لما تيجي تبص للتاريخ فلسطين 48 دي آخر حاجة مش أول حاجة، كانوا خلصوا. لأن في مايو 48 أعلنوا وبعدين شطبوا دولة. هل الشعب الأمريكاني أو الياباني أو الصيني يعرف إن كان في على الأرض دي دولة اسمها فلسطين اتشطبت في يوم وليلة؟ هل إحنا وصلنا ده؟ إحنا بنغني مع بعض وبندور إن إحنا نتكلم مع بعض، لكن ده ما ينفعش. لازم يوصل للعالم الحقيقة. العالم ما يعرفش الحقيقة، الشعوب ما تعرفش الحقيقة. إحنا محتاجين في الفترة اللي جاية يتعمل خطة إعلامية حقيقية توصل للناس في كل حتة في العالم عشان يعرفوا القضية. في ناس مش عارفين إن فلسطين كان فيها ناس، مش عارفين إن هم هجروا 530 قرية أبادوها. محدش يعرف، محدش يعرف إن ده مش احتلال، ده استيطان، ده طردوا الشعب. دي ما حصلتش خالص. إحنا احتلنا كتير، الجزائر احتلت وليبيا احتلت، وده محدش طرد الشعب، إنما دول جم ناس طردوا الشعب. هل العالم بيعرف الكلام ده عشان تقدر تضمه ليك في يوم من الأيام؟ النهاردة عندنا وسائل أهم كتير جداً من التلفزيون. إعلام الدول يعني شفناه ولا أظن أنه يعول عليه. يعني إعلام الدول ربنا يعلم بيهم وبالإعلام بتاعهم اللي إحنا فيه على فكرة يعني، وبيبينا إحنا كمان. لكن إذا كنا عايزين نعمل حاجة حقيقية للقدس اللي احتلت أكتر من 40 مرة، للقدس، وعايزين نستعيد شرفنا ونستعيد أرضنا، القضية أنا شخصياً ما بشوفها. إحنا ما زلنا لغاية دلوقتي العرب 48. يعني إيه عرب 48؟ عشان الكلمة دي هم اللي قالوها. دول فلسطينيين عايشين في بلدهم ما رضوش يخرجوا. ففي مصطلحات زي مثلاً حارة المغاربة سموها حارة اليهود، حائط البراق سموه حائط المبكى، ومشي كده في العالم كله. وإحنا بنعمل إيه؟ إحنا عايزين نكلم بعض، عايزين نتكلم مع بعض. يبقى إحنا هنرجع حاجة؟ لا، إنما لازم عشان إحنا وبعد كده نقطعوا بعض حتت. فأنت عايز ترجع القدس إزاي يعني؟ ونتكلم عنها؟ طب ما نتكلم. إنما أنت بتصرف فلوس كتير جدا في الوطن العربي. هل حد فكر مثلا يجيب مذيعة عملاقة زي أوبرا وينفري مثلا ويفهمها القضية ويعزموها تتكلم وتروح وتيجي وكده؟ هل لاري كينج مثلا؟ انما احنا بنعمل الفيلم مننا فينا. طب ما احنا اللي بنشوفه، يعني احنا اللي بنشوفه. لازم الغرب، الشعب الغربي مش الحكام. الحكام عارفين كل حاجه وعارفين القدس بتاعتنا وان الارض دي بتاعتنا وعارفين كل حاجه، لكن الشعوب مش عارفه. فاحنا ممكن يبقى في دعوه من المملكه هنا والمهرجان انه تتعمل خطه طويله الاجل بانه الشباب يبتدي ينتشر في الأراضي العربية وفلسطين ويحكي الحكاية ويقدمها بكل اللغات. شاب أردني بيتكلم ياباني يقدمها، شاب تونسي بيتكلم إنجليزي يقدمها. هو ده اللي ممكن تقول يمكن سنة 2200 نبقى إيه نتكلم. إنما زي اليهود ما عملوا، اليهود ما خدوش فلسطين في يوم وليلة، ده قعدوا يخططوا سنين طويلة جدا. وده التاريخ اللي إحنا بنقراه، مش حاجة من عندنا. يعني عشرات السنين بيرتبوا بينظموا 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 لغاية ما هو خلاص. العالم الفلسطيني، العالم الإسرائيلي معمول سنة 1885، اللي هو ترفع سنة 1948، معمول سنة 1885. العالم شوف الاستعداد قد إيه، عملوا العالم بتاعهم قبل ما ياخدوا البلد بأكتر من 60 سنة. واحنا تشوف في النت في البحث تلاقي العواصم الملفتة للنظر الرياض، القاهرة، تونس، أظن ممكن لبنان، وآخر حاجة في البحث بتطلع القدس. لأن الحقيقة إنه محدش مهتم بيها ومحدش اهتم بيها، واللي هيهتموا بيها هيقولوا شعارات وكلام وحاجات. لكن الحقيقة إنه إحنا ما بنعملش حاجة حقيقية، وما تزعلوش مني إنه ما بيتعملش حاجة حقيقية. كم مؤتمر اتعمل للقدس وفلسطين؟ كم ندوة عقدت للقدس وفلسطين؟ كم كتب اتعملت ودراسات وبتاع؟ هل شبابنا
عارف عنها حاجة؟ هل احنا قدمنا لشبابنا الحكاية بالتفصيل؟ قدمناها له؟ هل انا هقول لواحد يقعد يقرا عشرات الكتب عن فلسطين؟ ولا اعمل فيلم واحد؟ لينا بممثل من بتوعنا وليهم بممثل من بتوعهم هم عشان يشوفوه. انما من بتاعنا هنشوفه احنا مع بعض. ودي كانت ميزه اللي عمله مصطفى العقاد، ان جاب انتوني كوين عمل الرساله وعمل لعمر المختار فشافوه في الغرب. هل لحقوا حاجه؟ هل احنا بنعمل حاجه؟ وقال الشاعر: فيا قدس لا تندهي، ما في حدا. شكرا جزيلا. شكرا استاذ محمود سعد. وبرضه صعب انك تحكي، لكن يعني قبل ما نبدا الحوار، طبعا بعد ما كنت بحكي على موضوع مهرجان جرش وتبادل الافكار، احنا شفنا وجهتين نظر وتنتين من وجهات النظر لهم قيمه صحيح، بس احنا هون في الاردن معنيين بشكل كبير بالقدس. كنت بحكي بالمقدمة انه يومياتنا القدس والموضوع الفلسطيني لاعتبارات جغرافية واعتبارات اجتماعية واعتبارات جوار واعتبارات وحدة واعتبارات سياسية، اهمها وعلى اطلاقها المسؤولية السياسية للمملكة. اعتبارات شرف فيما يتعلق، هي اعتبارات شرف بصراحة طبعا، بس فيما يتعلق بالوصايا الهاشمية على طبعا على القدس والمقدسات، واللي هي صحيح لم يتخلى الاردن، لم يتخلى نظام جلالة الملك حسين ثم جلالة الملك عبد الله عن هذا الوصايا، ومن لإبقاء السيادة الأخلاقية للعروبة وللإسلام حتى على المقدسات المسيحية طبعا الوصايا مش المقدسات الإسلامية. لكن اللي أشار له أستاذ محمود في موضوع السينما كجزء من الإعلام، لأنه صار أصعب الحديث عن القدس لأنه التدفق الإعلامي اللي شايفينه تحديدا، أنا كنت بحكي مع منها هذا اللقاء اللي بعد اللقاء حول هل هناك مخاوف اليوم من التدفق من نتفليكس مثلا. ففعلا زي ما حكيت أستاذ محمود إنه هناك إنتاجات دراما قاعدة بتمرر كل هذا التمرير الخفي وضد كرة السياق دون أن نشعر، لتملي عليها شروط، تملي علينا شروط المشاهدة بقراراتها باختياراتها، عشان هيك المسؤولية صارت أصعب. عام 2008 قال الاجتماع وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية، وأنا حضرت بصفتي مدير عام لوكالة الأنباء العمومية آنذاك. تم الاتفاق على تعريف المصطلحات المتداولة في الإعلام وخاصة التي تروج للمصطلح الإسرائيلي. تم تكليف وكالة الأنباء الأردنية ووكالة الأنباء الفلسطينية وفق وتقديم ورقة مشتركة في عام 2009 قدمنا تعريف نحن والفلسطينيين، الذي كان أشعر في الأردن والرئة الأقرب إلى فلسطين والرئة المعقلة عن فلسطين. صحيح مصر أم العروبة ولبنان ولا تتأكد، نحن قريبين قدمنا عشرات آلاف الشهداء والضحايا من أجل فلسطين. عام 2009 تم تقديم كتاب لجامعة الدول العربية وتم إقراره من مجلس وزراء الإعلام العربي. تم توزيعه على كل وسائل الإعلام العربي. يعني بدل ما يقولوا حاجة إيرث، هذا مصطلح إسرائيلي بعيد عن حرب اليهود وحرب حائط المملكة، هذا اسمه بيت حانون وإلى آخره. عرفنا نحن والفلسطينيون كل المصطلحات المتعلقة بالإعلام فيما يتعلق بفلسطين. للأسف بحب أقول لك اغلب الفضائيات العربيه ما زالت الراي والراي الاخر اللي دخلت علينا الاسرائيليين لبيوتنا. ما زالت هذه الفضائيات، وحتى الاعلام يعني الكوميديس بوكس من وكاله الانباء الفرنسيه رويترز، ما زلنا نرى في صحف عربيه المصطلحات الاسرائيليه. دعوه للاستاذ جورج قرداحي، دعوه الدكتور هاني البدري، ودعوة محمود سعد الأستاذ محمود سعد، يا ريت نبعث لكم هذا الكتاب في زملائنا وكالة الأنباء موجودين ممكن تزوروهم، نحكي عنه وعن ضرورة أن نستخدم المصطلح الفلسطيني العربي بدلا من المصطلح اليهودي الصهيوني. وشكرا. إذا كان في واحد موقف عربي من القضايا الرئيسية والأساسية
السنة العرب عايش في العالم بأسلوب لحتى يمرر خططه كلها. يعني أنا أوضح على في واحد حبيبي سيد محمود إنه ربيع عربي، ربيع عربي عايش ربيع حبيبي أربعة. مش عم نعمل جواب بس ليه؟ لأنه أنا في نحن العالم العربي في إحنا ربيعين. في رأيي يقول إنه ما في مؤامرات في العالم العربي، مؤامرات تجي منا نحن، من داخلنا نحن، رود الخل منه فيه، هيك بيقولوا، بس لا أنا بطريقة آخر بيقول مؤامرة على العالم العربي منذ وعد بالفور، منذ وعد بالفور والمؤامرات تحاك على الأمة العربية بأسرها، كل شيء حصل في العالم العربي في مؤامرة وفي عقل عم بيديه، عقل عالمي مش عقل محلي. اسمح لي اضيف لك، احنا على راي عادل امام انا موافق جدا على اللي بيقوله الاستاذ جورج، كلام دقيق وصحيح 100%. لكن هذا العقل اللي هو بيدير مؤامرات ضد ابطالنا بيساعده عقول عربيه تفسد كل الاشياء عشان تحقق له كل اللي هو عايزه. لكن الناس لما خرجت الشباب خرجت نتيجه مشاكل حقيقيه، يمكن بعض الدول ما كانش فيها ما اعرفش، انما بكلمك عن وطني. الناس خرجت باعتراف الله يرحمه الرئيس مبارك نفسه، قال الشباب ده شباب بريء والشباب ده خرج لانه ليه مطالبات حقيقيه. ثم حدث ما حدث هذا موضوع اخر، انما اللي نفذ الخطه مش لان الشباب مش فاهم، لان الحكام افسدوا الامر او بعضهم يعني افسدوا الامر فخرجوا الشباب. يعني ما فيش مانع، فيش مانع في فوق الشعوب العربية يصبح في نوع من التغيير، نوع من الإصلاح، خلينا نسميها ثورات. بس جاءت هذه الثورة التسمية للعرب العربي جاءت بشكل مفاجئ وغير محضر. على فكرة مش هذا موضوع، أنت متردد تقول إن تشيل بس مش موضوعنا على كل حال، مش موضوعنا على المصطلحات. هذا كوبي بس بالدور تخيل إنه المصطلحات في بعض الإعلام العربي يذكر عن ضحايا الشعب الفلسطيني الذين يسقطون بالرصاص في أراضي مقتدة وفي فلسطين ما بيسموه الشهداء، يمتنعوا عن تسميته شهداء، صاروا يقولوا قتيل. هذا جزء من الإعلام العربي. نحن شو بدنا نحكي؟ بدنا نحكي إذا وحدنا كلمتنا ووقفنا وتضافرت كل الجهود، الجهود الفكرية والثقافية والقومية والمادية. لأنه هو الأفضل للعالم بالمادي، بس إذا حيّبوا ثرواتنا العربية، حيّبوا أموالنا اللي لازم نواجه فيها كل المؤامرات. شكراً. نحكي من أربعين. سوريا ولبنان الشقيق ما بيسمع في تلفزيوناتهم أو في إذاعتهم أي شيء عن القدس، والقدس هي معروفة إنه هي في دم كل عربي موجود وكل عربي موجود. شكرا. في كلمة أنا كنت عايز أضيفها على الأستاذ جورج، يعني إنه خرجوا الناس تبحث عن برضو كلمة الحرية، الحرية كلمة موجودة يعني. ففي عندنا مشاكل كتير، اللي موجود في القدس موجود في بلاد عربية كتير. فيعني مشان مشان بس
استراتيجية حتى إعلامية. يعني اللي فهمته من كلام أستاذ محمود إنه إحنا الهدف الغاية النهائية هي تحرير فلسطين، لكن أنا أعتقد هي البداية لتحرير فلسطين الغاية أكبر، لتوحيد الأمة كلياتها. صلاح الدين ما حرر بيت المقدس حتى وحد مصر وسوريا، بلاد الشام مع سوريا. اختلفت الاستراتيجية، أنا هدفي فعلا بس السؤال بخصوص هاي صارت الاستراتيجية بس. شو أول حطيت العربة أمام الحصان؟ أول شيء بدك تحكي بالوحدة بعدين بتحرر. إذا ما في وحدة عربية ما رح تحرر شيء ولا رح تحرر شيء. هاي الخطة إحنا حطيتها احتلت فلسطين عشان تمنع الوحدة. شكرا محمد. بس أنا بدي أفكر بجي من الشام ودخل مصر وقدر يحقق الانتصار العظيم اللي احنا قاعدين جنبه ونفتخر بيه، ما فيش كلام. يعني بتقول وحدة تقوم. فمسألة انك تعتمد على توحيد الوطن العربي دي مش ممكن تحصل، دي مستحيل انها تحصل، لانها ما حصلتش ولا مرة. يعني ما حصلتش ولا مرة ان الأمة العربية كانت موحدة. انما تقدر تقول ممكن نعمل حاجة زي اوروبا كده، يعني نعمل وحدة اقتصادية، يعني نعمل حاجة تانية. إنما مش برضو مش كده، برضو مش كده. فيعني ما تعتمدش على ده، اعتمد على إنه الشعوب تفهم كويس جدا، تتعلم كويس جدا. أنت عندك نسبة أمية مخيفة في الوطن العربي، علم الشعوب وكل حاجة هتتحل. شكرا. السؤال اللي معاك وزير إعلام الاستخباراتي مباشرة، هل يمكن للإعلام أن يسبق السياسة؟ وهل يمكن للإعلام والوسيلة الإعلامية الرسمية السياسية أن تتجاوزها؟ الإعلام يعبر عن السياسة، الإعلام يعبر عن رأي الشعوب، هو التاريخ المعاصر للشعوب، لذلك لا يمكن للإعلام أن يسبق السياسة. ممكن للإعلام أن يؤثر في السياسة إذا كان إعلاماً واعياً، بس أن يسبقها لا، لأنه سيبني مواقف الإعلام، سيبني رسالته على مواقف السياسة. أحياناً يعارض، بس قبل سنة الإسلامية والمسيحية وكنتم تقولون بأننا كعرب اليوم في الإعلام لا نذكر أبنائنا ربما عن القدس والفلسطين، ويعني هذا تعميم غير صحيح للمنطقة، ولكني أعتمد أكثر من ذلك على العلوم والاستكبار الإسرائيلي الذي يحدث بتذكير أبنائنا الذين ولدوا بعد القضية. كلما أمعنوا في حماقاتهم كلما أججوا في دمائنا نحن، واليوم من خلال السوشيال ميديا في العالم أيضا بدأت هذه الأمور تنتشر في العالم. بعد عملية سيف القدس التي حصلت قبل عامين 99 شهيد من فلسطين كانوا على الصفحة الأولى في نيويورك تايمز. هؤلاء الأطفال هم الذين يذكرون، نعم هم الذين يذكرونهم. وأنا أستحضر بيت شعر لأحمد شوقي يقول بهذا المعنى، عندما قام المستعمر الإيطالي بإعدام شيخ المجاهدين عمر المختار وبإلقائه من الطائرة أمام شعبه، قال: ركزوا رفات كثير من اللواء يستنهم الوادي صباح مساء، يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي الى جيل الغد البقره. اهلا بالضيفين الكريمين من بلدي الشقيقين، ويشرفني انني احد ابناء شهداء قوات المسلحه الاردنيه الذين سقطوا امتدت دماءهم بتراب هذا الوطن دفاعا عن كرامه هذه الامه. ونشكر الاستاذين على ما تقدم به، وانا جئت بناء على دعوه عفويه من صفوف استاذنا واعلامنا الكبير في هذا البلد الطيب الدكتور هاني البدري حفظه الله. فعلى العفويه جئت من قفيله الهاشميه لكي اقترب من هذا المعين الكبير، وايضا عرجت على مؤسسه المتباعدين العسكريين والمحاربين القدماء، فاوصوني جميعا بالترحيب بكم هؤلاء الذين وقفوا دفاعا عن فلسطين وعن القدس الشريف. ويكفينا فخرا لنا في هذا البلد ان سيدنا حفظه الله راعي اسر الشهداء الاول في هذا البلد، ان هناك برنامج على المحطه الاعلاميه الكبيره
هو القدس في علوم الهاشميين. القدس لن تغيب عنا جميعا، فهي مدخولة في دمائنا، كيف لا وقد ذكرها القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فارتباطنا بالقدس عقائدي، وارتباطنا بالقدس جغرافي، ونحن خط فيه نرى أنوار القدس أقرب إلينا من أي مكان آخر. فاعلموا وفقكم الله أن القدس لن تضيع وستعود يوماً، وقد احتلت أيام صلاح الدين 90 عاماً، وما تسرب اليأس إلى الأبناء إلى أبناء الوطن، فتعود بإذن الله وبهمة الهاشميين وجيشنا العربي الذي هو فردنا ورسولنا. لازم يبين القضية الفلسطينية ويغطيها بشكل صحيح. لازم نتذكر دائما انه لازم يكون في عنا وحدة في الإعلام العربي لحتى انه احنا نقدر نطلع القضية الفلسطينية بصورة صحيحة. ما يكون إعلام كل دولة على هوى مختلف. والشيء الأهم من هيك انه احنا دائما لما نظهر الشعب الفلسطيني احنا بنبين على انه شعب طويل، شعب يعني ما بنذكر التضحيات. خلينا نحكي انه احنا بنظهره بصوره طبيعيه، ما بنظهر الكفاح انه هو شعب كامل والتضحيات اللي بيكون فيه. شكرا. السينمائي والتلفزيوني صوت منيح، يعني في عناصر حتى يوصل للانتاج. يعني حتى الاستاذ جورج عن انه الاعلام مسيطر على الحركات اليهودية، والأستاذ محمود حكى عن موضوع يعني تهية الإنتاج إشي يوصل للعالم. أنا بقول في عناصر غايبة في إنتاجنا. أولاً ما في إرادة حقيقية، الإنتاج تحول إلى تجارة. يعني تشوف الناس تدرسوا إنتاج وتدرسوا إعلام وبعدين بصيروا يفكروا كيف يعملوا فلوس. نعم. كيف يعني ما في إرادة لتوصيل قضيتنا إلى العالم. ثانياً ما في ناس بروفيشنال، يعني سوري أحكي هيك، لا في ناس بروفيشنال، قصدي إحنا بحاجة لناس متخصصين يفهموا لغة العالم ولغة التفكير الإسرائيلي عشان ينتج ما إنتاج ممكن يوصل لإسرائيل يوصل للعالم. والموضوع الثاني الأهم، طلاب الإعلام تهيئة. أنا لما بحكي عن الإعلام بحكي عن الإعلام وبحكي عن الإنتاج السينمائي والدراما. بس أقول هاي النقطة إنه ما عندهم القدرة إنه ينتجوا عمل فعلا بلغة يوصل للعالم عن قضيتنا. بس هذا شكرا. مثلا مشكلة الإعلام لأنه أنتم السادة الموجودين كلكم إعلاميين، وبالتالي الإعلام هو اللي يوجه الرأي العام. الآن أنا سؤالي محدد، لماذا يتحول الإعلامي من فترة إلى فترة؟ مرة يكون سياسي، مرة يكون فني، مرة يكون يحصل فيها معينة، مرة ترجع لصالح الجهة الأخرى، وهذا كله له علاقة بتجديد التوجيه الفكري للشارع العربي. يعني أنا بدي أنا يمكن أنا جزء كبير من حياتي عشته في القاهرة بحكم العمل، وبسمع للإعلاميين المصريين يوم إعلامي بيكون مؤيد ثاني يوم بيكون مخالف الرأي اللي قاله امبارح. ما الذي يغير رأي الإعلامي في توجيه الشارع العام؟ ما هي الأسباب التي تؤدي أنه الإعلامي يوم برأي يوم برأي؟ هل هي توجيه؟ هل هي سياسة؟ هل هي خطة؟ هل هي مال؟ ما الذي يغير؟ وبالتالي تأثير الإعلام بالشارع أكثر من تأثيره السياسة. وشكرا جزيلا. شكرا لكم. في إعلاميين أحيانا بيقف موقف ضمير ذات فعل المصالح في بعض الإعلام المرتزق في الإعلام، هذا واقع. بس في إعلام شريف، وهذا ما نعول عليه، في إعلام شريف في العالم العربي ما بيغير موقفه، فاهم القضايا بالعمق، يعني يتمسك بهذه القضايا، يدافع عنها بالعمق ومستمر. هلا القصة مش هون، القصة بدك منابر إعلامية توصل، بدك منابر إعلامية توصل مش بس للعالم العربي، بدك توصل للخارج كمان. هاي المعضلة الكبيرة.
بعدين في شيء ملاحظه ثانيه بقولها انا باسم الاستاذ محمود، انه الاعلام صناعه. الاعلام ما عادش والله بيطلع بالاذاعه ووريته مقال، الاعلام صار صناعه بده امكانات. ما فيك تخترق هذا الجدار اللي حكيت عنه انا اذا ما كان عندك امكانات. وين الامكانات موجوده؟ اعطينا امكانات نحن بنروح على العالم ننتج افلام مثل الله يرحمه عسكر. صح ولا لا؟ شكرا. محترم كثير بحب احكي بجزئيه الدراما وكم تدعم قضيتنا ووجودنا العربي. الاستاذ محمود حكى على نتفليكس، انا هلا صدفه من قبل يمكن اسبوعين كنا باجتماع بجريده الدستور مع القائمين على قناه نتفليكس في الشرق الاوسط، وتم طرح سؤال مشابه لفكر الاستاذ محمود. كان الجواب كالتالي، انه نتفليكس تتبنى الاعمال الظالمه، يعني الاعمال اللي بتقدم وبتاخذ يعني قيمه بياخذوها، لكن ما بننكر انها انا ما بدافع عن نتفليكس ولا عن اي منصه، وانا معك تماما انه هناك ماكينه اعلاميه عالميه عم بتضخ بكل الاتجاهات، بالاتجاه الاعلامي، بالاتجاه الثقافي، بالاتجاه الفني، عم بيضخوا مليارات لحتى انه يوصلوا من جهه ويمنعوا الوصول من جهه اخرى. لكن نتفليكس عطت اعمال فلسطينيه وكلها بنعرف، ما في اعمال دعايه، لكن مثلا فيلم فرحه شفناه على نتفليكس وبيحكي عن القضيه الفلسطينيه، بالمقابل نتفليكس عطت فوضى اللي كسب تعاطف مع الكيان ومع ما يمر به، لانه صور انه في عنده كثير قضايا. استاذ محمود، بس كلمه او سؤالي، انه قديش مطلوب من الاعلام العربي اللي حاليا منشغل بمنصات السوشيال ميديا وجمع اللايكات والتعليقات، قديش ممكن يوجه الراي العام؟ وقبل شوي انت حكيت شبابنا، انا عندي اقارب بامريكا وشباب صغار كثير لكنهم بيطلعوا للشوارع وبيعملوا مظاهرات لفلسطين بكل حدث بتصير بالضفه وبيقولوا بشوارع. السؤال الاولاني انا حكيته، بدي ارجع لدور الدراما، هل فقط المنصات هي بتختار اما راس المال العربي وين؟ شكرا. الكاتب العربي وين؟ شكرا. يعني لك ما بتتاثري بالموضوع لانه بيصرف فينا على افلام مصاريف حقيقيه، جايبين ممثلين جامدين جدا وممثلين مشهورين جدا، وبيبقى السيناريو المكتوب ده انا يعني انا مش ممكن اتاثر ولا ازعل عليهم، لكن مؤثر، فيلم حقيقي مؤثر، فيلم حقيقي. نعم. هو ده اللي بنطلبه. احنا قلنا زمان عملنا فيلم في مصر اسمه المومي، والفيلم ده كلف وقتها 95,000 جنيه. شارع السلام. كان بتنتجه مؤسسة السينما المصرية في عهد الرئيس إبراهيم رحمه الله. فقالوا عبد الناصر الفيلم ده خرب الدنيا، فقالوا لا ده اتكتب عنه بره بملايين الدولارات. صحيح. فده الفكر، إن الفن ما هوش مجرد غنى وحفلات وكده، لا، بيأثر تأثير كبير جدا. يعني الفيلم بألف ألف مقالة وعشرات الكتب، بيتجسد قدامك الحدث فبيترك اثر كبير. هم شغالين في ده من زمان، من زمان شغالين كويس جدا. احنا بقى فين؟ السؤال اللي حضرتك بتساليه انا كمان بساله، وما عندناش اجابه بصراحه، او الاجابه قدامنا في كل حته. شكرا. الفلوس منطوره قدامنا في كل حته. ايوه الاخ اللي نجد. يلا اول شيء احمد الله جميعا ان اجيب متاخر بالحكي، ولا كان غيرتم احوال الجلسه كلها. كويس. دكتور هاني، اول شيء ارحب بضيوفك الدكتور محمود ومعالي الاستاذ. حقيقه الاستاذ جورج القرداحي معروف. اولا لان اليوم شايف معظم كل الخطابات والحوارات بتدور حول مواضيع فكريه اكثر من اعلاميه. أنا اليوم بسأل سؤال مطروح قدامنا، إحنا الصورة النمطية للإعلام العربي خلال السنوات الماضية وما حققته حتى بعض التطورات اللي راح نتكلم عليها، هل نجحت في خلق
وبناء رأي عام عالمي حول قضية القدس أو قضية فلسطين. سلام بدي أخلص بدي أخلص السؤال الثاني مباشرة. نعلم جميعا أن أثناء الحرب الباردة لم يعتمد العالم أو قبل العالم لم يعتمدوا على الصحافة وعلى الإعلاميين في موضوع بناء أجسام فكرية وأجسام ثقافية في أذهان بعض الشعوب. اعتمدوا على الدراما وعلى الأفلام السينمائية في خلق صور رمضية للعدو والخصم. لكن اليوم هل عمالقة الإعلام اللي موجودة معنا اليوم، وهذا يعني لما بحكيها بحكيها بقناعة، عمالقة الإعلام الموجودة معنا اليوم، هل هناك رؤية جديدة للإعلام بغض النظر كان سوشيال ميديا أو إعلام مرئي أو إعلام مرئي، هل هناك رؤية جديدة للإعلام نستطيع من خلاله أن نوجد أفكار العالم وإيصال الصورة الحقيقية للعالم؟ لأن يقال له كثير من الأوروبيين والغربيين يقول أن إسرائيل جسم منظومة ودولة منظومة وأن العرب الحولها متدربون عليها. هل هناك شيء رؤية ابتكارية إعلامية عربية سوف تكون في المستقبل نقدر نطلب منها العالم؟ وشكرا لكم. شكرا. فكرة معينة تحجب الرأي وتكمل الأفواه، فكيف لنا أن نصل القضية الفلسطينية للعالم مجمع؟ هذا واحد. نتذكر يمكن العام الماضي خلال كأس العالم بقطر قديش كان في إلها ردود فعل كبيرة على إيصال القضية الفلسطينية وأصبحنا تغذية الشارع. فهل لنا أن نوصل هذه القضية بطريقة أخرى غير موقع التواصل الاجتماعي؟ تحدثنا عن الأفلام، تحدثنا عن غيره، إحنا نعرف لا نمتلك الإمكانيات المادية اللي موجودة بهوليوود أو بغيره. فأترك لكم بالرأي وأهلا وسهلا فيكم. شكرا. كل دولة عندها إعلام، نحن بلبنان كل حزب عنده إعلام. طبعاً يعني في إعلامات عربية ما في إعلام موحد. بدي أسأل سؤال بس، أين هي الجامعة العربية؟ مش اسمها جامعة عربية؟ هاي الجامعة العربية شو وظيفتها؟ مش وظيفتها يعني تبحث عن حل مشاكل العالم العربي كله أولاً، ثم تبحث كيف توحد العالم العربي، كيف توحد الرؤية العربية، أين هي الجامعة العربية؟ لذلك نحن يا أخي لا تبكينا هنا، لا بقى تسألونا أسئلة أنه نحن حالنا العربي حالنا وسمعت يعني شو إعلام عربي هو إعلام عربي انه مش بس الاعلام متقسم كل دوله وكل حاجه وكل حزب وكل جهه وكل حاجه، لكن الكلام اللي قاله الاستاذ هنا اللي هو كان بيتكلم عن ان الاعلام الناس بتصحى تقول كلام وبعدين تاني يوم تقول كلام وتالت يوم تقول كلام، ما دي بدعانكم ودي احلام وكوابيس وحاجات زي كده، دي مشاكل نفسيه جامده جدا. احنا ما عندناش اعلام حر، وده مش موجود في العالم كله، وده مش موجود في العالم كله، لكن بيبقى عندنا امل ان بيبقى في نماذج بتبقى متمسكه بانها تقول الحقيقه. صحيح بتتاذي وبتتركن وبتتشال من مناصبها، يعني احنا بنتكلم على ناس صحابنا يعني، لكن لابد يكون طول الوقت عندنا امل ان شاء الله. يعني الامور يعني 30 40 50 60 سنه مش كتير، ان شاء الله الامور تتغير ان شاء الله. الأساس أي شيء مثالي من بعض زمان كنا في بحصتنا في الأسبوع ننشد كتاب أناشيد وطنية، ننشد أناشيد وطنية فلسطين وقال في سبيل المجدير حتى نفضي نحوش سؤالك أرجوك سؤالي سابع موسى في سؤال ثاني بالنسبة للكيان الصهيوني بيعمل كل سنة يوم القدام، يعني بذكر أسماء قدام 24 ساعة، احنا ليش ما نخصص الدول العربية يوم الشهداء الوطن العربي من الجيش الأردني والجيش العماني والجيش المصري والسوري والعراقي وكذا وكذا والفقراء كما يعطي العافية. شكرا. تحب تجاوب؟ يوم احتلال فلسطين مسميه يوم الاستقلال، مش عارف استقلوا عن ايه هم، يعني هم استقلوا ايه، مين استقلوا عن مين، يعني طردوا الشعب وهم استقلوا. طبعا يعني الايام دي على فكرة طول الوقت في مؤتمرات وفي حاجات بتتكلم عن قضية فلسطين، عشان بس نبقى منصفين.
وفي يوم الشهداء وفي يوم فلسطين وفي ايام كتيره جدا بتبقى موجوده، لكن ده كله مش هيوصل لحاجه، ده تذكره بسيطه كده. لكن الشباب بتوعنا لازم يعرفوا، الشباب الغربي لازم يعرف، والشباب الصيني لازم يعرف اصل القضيه. مع السوشيال ميديا، مع خطه حقيقيه من الدول العربيه، يستطيعوا ان هم يغيروا المفهوم العالمي للقضيه. وهنا ممكن بعدها نبدا احنا بامكاننا نكون حدا من افراد الاعلام الموجودين عندنا يكون مثل ابو خالد، ولكن احنا لما نطلب حريه بيتم الابلاغ على صفحاتنا. فبنقدر نعمل حرب اعلاميه، ولكن ما بنقدر، ما في حدا يشجعنا. بالنهايه احنا شو بايدنا كشباب؟ يمسك السلاح وننزل. شو بدك؟ انا بطلب ان مثلا واحد من اولاد اليوتيوب دول ياباني مشهور جدا نجيبه نعزمه عندنا نفسحه ونوديه هنا وهنا 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 يوم يتكلم عننا. هي دي مساله، ده اهم مننا 100 مره. الشاب الاعلامي دوت اللي هو بيعمل بروجر ده او بيسموه كذا، ده اهم مننا احنا 100 مره، لانه دوت بيأثر في ملايين الشباب في العالم. فانت تقدر تجيب الناس دول، ودول اكبر واجهه حاليا، اكبر واجهه اعلاميه موجودة لو عايزة تقولي حاجات للعالم كله. تعالى نحن نصار صوتنا قضيانا العربية للعالم العربي والعالم الجديد، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كيف ممكن تساعدنا كأعلى أكبر؟ شكرا. أول شيء تشتغلوا على حالكم مشان التثقيف. ثاني شيء تحطوا قدامكم المبادئ الأساسية الأخلاقية، لأنه هذه المهنة تتطلب، محتاجة المهنة إنه الإنسان اللي بيمارسها يكون عنده مستوى عالي من الأخلاق، الأخلاق الإنسانية، الأخلاق الدينية، الأخلاق الوطنية، الأخلاق بكل معانيها. بعدين شو بدكم تعملوا بالمستقبل؟ بدي أشوف المنابر اللي راح تستعينوا فيها أو توصلوا لها أنتوا وياهم بعدين الطريق هاي. تقع فريسة لهذا العدو. أنا بدي أحكي كلمة أخيرة بس سمحتوا لي، مع شكري الجزيل لأستاذ محمود سعد. أستاذ جورج قداحي، وأسأل الناس، هو مش سؤال استفهامي أستاذ، سؤال تفكيري. على صعيد الثلاث دول اللي إحنا بنمثلها، لكن أنا بقول إنه الثلاث أشخاص اللي هون يعني مع احترامي الشديد لأساتذتي الكبار بيمثلوا كل العالم العربي، مين فينا ما حضر مسلسل رفعة الهجان عشرات المرات على مدى من سنة 88 لليوم؟ احنا تمنينا كلنا نكون مصريين زي رفعة الهجان واحنا صغار. مين منا ما سهر ليالي مش بس في اجتياح وقصف غزه، ولكن في اجتياح بيروت وفي قصف الجنوب مرارا وتكرارا، الليالي في قانا المزرعه. لبنان قدمت كثير، ومصر قدمت كثير، والاردن ما زال يقدم. شكرا لكم، شكرا جزيلا. الزاوية فيروز شكرا لكم جميعا، شكرا لجورج قداحي، شكرا محمود سعد.